بعد العملية نكلم أهل المريض، إما تطمنهم أو في بعض الأحيان ما تقدر تطمنهم، لازم تقول الواقع، إن مثلا وضع المريض غير مستقر، حالته غير مستقرة. السلام عليكم. فوزي؟ ايوه. انت اخوه؟ ايوه اخوه. ازيك؟ ايوه. ها زين لحقت، تو داقين عليه العمليات. جاهز المريض، يلا يلا. اليوم الساعة كم الحين؟ متأخر. عندنا مريض عنده انسداد بالمنبع الرئيسي للشرايين التاجية، يعني تقريبا 3/4 القلب يتغذى من هذا المنبع، ونوعا ما كانت حالته مستقرة، بس تو الحين بدأ يعاني من آلام بالصدر، تغير في تخطيط القلب، مما يدل على أن الحالة أصبحت حرجة، وأن القلب غير متحمل النقص اللي صاير بالأكسجين. فقلت لهم على طول جهزوا الدم وجهزوا غرفة العمليات، على أساس أن ندخل العمليات ونسوي له حالة إمرجنسي، وان شاء الله الله يسهل. ثانكس. انا ثلاثه عنده، يمكن خمسه لاترال وول فيسلز، فناخذ واحد بيج، واخذ واحد LED، وواحد حق الرايت. مو راضي يشتغل؟ 22817. يمكن انت حطيت واحد من الاشياء. الميكروفون شغال. واحد من الاشياء اللي يسويها اخر العمليه بعد زراعه الشرايين، عشان نتاكد ان الشرايين شغاله، ان نقيس ضخ الدم داخل الشرايين الجديده. هذا على اساس نتاكد ان شغلنا مضبوط. اذا ضخ الدم غير سليم تضطر ان انت تعيد الزراعه مره ثانيه. اذا صار شيء عقب، على الاقل عندك دليل يقول ان خلال العمليه او على طول بعد الانتهاء من العملية أن ضخ الدم خلال الشرايين الجديدة ممتاز. وهذه المعلومة نستعملها للحكم على مدى استقرار حالة المريض عقب من عدمه، على أساس نشوف أن هل في شيء إضافي نحتاج نسويه بالقسطرة أو لا. Thank you very much. Thank you everyone. يعني هذا مريضنا اليوم عضلة القلب عنده ضعيفة جدا جدا جدا. مدخن شره، ممكن كان عنده أعراض ومهمل نفسه من زمان، فالخطورة عالية وايد. ولكن أنت بالحالات هذه لابد تتأكد أن كل الخطوات اللي تسويها صحيحة 100%. القلب الضعيف ما يتحمل أي خطأ، فلا بد أن أنت تكون متأكد أن كل اللي سويته صح قبل لا تشغل القلب وتوقف المضخة الصناعية اللي قاعد تشتغل بدال القلب. السلام عليكم. فوزي؟ أيوة. أنت أخوه؟ أيوة أخوه. إزيك؟ أيوة دكتور. هلا فيك. طمني يا دكتور. محمد البنّا. الله يخليك يا دكتور. نعم. الحمد لله. نشكر الله سهل. أيوة. عملنا له 4 زراعات. نعم. ولكن عضلة القلب ضعيفة جدا 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 يعني. نعم. ولكن الله سهل. يعني هو انا سمعت انه هو بيدخن كثير. ده انتحار. نعم. انت اخوه الكبير ولا الصغير؟ لا انا اكبر منه. لازم تنصحه. اسمك ايه؟ ناجح. ناجح. لازم تنصحه. الله يخليك يا دكتور. ربنا نشكر ربنا. يعني الحين ان شاء الله الله يقومه بالسلامه. امين. اي يعني لابد انه هو يوقف عن هذه الامور يعني ان شاء الله ويبتعد عنها.